أسياخ الدجاج مع صلصة الشواء الأسيوية. يتبل 454 جرام من صدور الدجاج المقطعة بالملح والفلفل. تغرس قطع من الأناناس مع قطعة دجاج في أسياخ خشبية. في مقلاة توضع ملعقة صغيرة زيت زيتون. يضاف 64 جرام بصل مقطع، 43 جرام كرفس مقطع، فص ثوم مقطع، ويقلب. يضاف 454 جرام أناناس مقطع، 30 ملي من خل الأرز، 113 جرام كاتشب، 113 جرام صلصة فلفل حار، ثم يضاف 30 ملي صلصة الصويا، 10 ملي صوص الورشستر، ويقلب. يضاف الملح والفلفل ويقلب. تدهن صلصة الشواء على أسياخ الدجاج والأناناس. توضع الأسياخ في الفرن على حرارة 204 درجة مئوية إلى أن تصبح ذهبية اللون. ترفع الأسياخ من الفرن وتوضع في طبق التقديم. يرش عليها السمسم الأبيض المحمص وشرائح من البصل الأخضر ويقدم.